رجعنا تاني ونكمل حديثنا مع ملك الكواليس الأفريقية ماهر جنينة. مين أكتر فريق مشارك له لعيبة؟ حبيبك بص وشك بينور أول لا احنا أول ما تيجي السيرة. الأول كنا بنلاقي فرق أوروبية عندها لعيبة أفارقة وعدد كبير من اللعيبة الأفارقة. دلوقتي صن داونز هو الفريق الأكثر في القارة الأفريقية، عنده لعيبة مشاركة في كم لعيب؟ بطولة الأمم الأفريقية 11 لعيب. 10 طب ما الأهلي 10 لا هم 11 يعني، وحتى معاهم بيتر بس الاهلي اهلي الاكيد الاهلي اهلي الاهلي اهلي يا ماهر بالظبط. لكن تتويج بصن داونز ببطوله الدوري الافريقي الموسم ده خلى عدد كبير جدا من اللعيبه تدخل منتخب جنوب افريقيا، بدايه من حارس المرمى. وكمان ما ننساش ان ممكن بيرسي تاو نلاقيه مشارك مع منتخب افريقيا كاساسي مع المجموعه دي، ويكون هو لاعب سابق كمان في صن داونز. اللاعب الوحيد اللي هو ما بيمثلش منتخب جنوب افريقيا هو بيتر شالولي اللي بيلعب في منتخب ناميبيا، وهو لاعب في برضه في صفوف فريق صن داونز. هي مفارقه يعني اول مره كده نشوفها، والاول كنا بنشوف عدد كبير من الفرق الاوروبيه عندها عدد كبير من اللعيبه، لكن دلوقتي اللعيبه الافارقه منتشره في كل الانديه في اوروبا باعداد كبيره جدا. برضو بيراميدز عنده عدد كبير الحقيقه مشارك. بيراميدز برضو يعني بالنسبه لمنتخب مصر عنده عدد كبير برضو من اللعيبه المشاركه، لكن يظل صن داونز هو الفريق الاكثر في عدد اللعيبه اجمالي على مستوى البطوله. قلت قبل كده ان بطوله الكونفدراليه هتتلغي. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان بطوله الكونفدراليه هتلغي، كنا بنتكلم هنا مع بعض، وبالفعل ده الكلام اللي قاله باتريس موتسيبي في المؤتمر، يعني احد المؤتمرات اللي كانت قبل البطوله. وباتريس موتسيبي اتكلم وقال احنا اهتمامنا هيكون ببطوله الدوري الافريقي، لنا اهتمام كبير جدا بيها وبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني السنه الجايه مفيش كونفدراليه؟ ستكون مفيش كونفدراليه السنه الجايه، هتكون دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري الافريقي. بطوله الدوري الافريقي هتكون بطوله كبيره جدا، هيشارك فيها عدد من كبير من الفرق، والجوائز هتكون اكبر من البطوله الحاليه اللي حققها كمان فريق صن داونز. وبطوله دوري ابطال افريقيا هيكون برده في اهتمام بيها، لان هي هتاخد برده فرق من كانت المفروض تشارك في الكونفدراليه، فهتصبح الفرق دي هتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا.